معلش سؤال، هو عشان حد يعمل حاجه يعني خدمه زي بتاعتكم ديت، هل في حواجز لهم او يعني؟ طيب، اولا التكنولوجيا نفسها مش حاجه بسيطه، طبعا كل ده مبني على ذكاء اصطناعي، وطبعا كل ما حد بيطول في الماركت، كل ما بيعمل بروسيسنج للديتا اكتر، كل ما دقه السولوشن نفسه بتعلى. ده اول حاجه. طبعا زي ما قلت في الاول، العربي من الحاجات الصعبه جدا وورلد وايد، يعني مش بس هنا في مصر، يعني مش بس البطاقه المصريه، عالميا استخراج الكلمات العربيه عشان هي مش لاتين كاركترز، مش كلها مفصله، كلها ساعات لوحدها او مربوطه ببعض وهكذا. دي احدى الحاجات اللي برضو تعتبر حواجز. تاني حاجه برضو الصور بتاعت البطائق المصريه، دي برضو حاجز تاني. كل ما تمر بالمشكله، كل ما بتشوف طبعا الهواتف اللي موجوده في مصر، مش كل الهواتف هاي اند تقدري لازم يعني تحاولي تبني سولوشن كيترد للايكونومي او الماركت اللي انت بتحاولي تواجهه. اوكي، انتوا حجم الترانزاكشنز اللي بتعملوها حاليا، لو تدونا فكره يعني واصله لايه، وعايزين توصلوا لايه كمان سنه او سنتين؟ عايزين تبقوا فين بحجم الترانزاكشنز بتاعتكم؟ وشايفين انتوا اكبر تحدي بيواجهكم انكم توصلوا ايه؟ اوكي، احنا زي ما انا قلت، احنا عملنا اكتر من نص مليون عميل جديد مع 20 شركه السنه اللي فاتت. حابين السنه الجايه نساعد 50 شركه ان هي تفتح حسابات لاكثر من 2 مليون مواطن مصري. واحنا شايفين طبعا انه كانت مشكله القوانين كانت معطله او مش بطئانه ومش خلينا نقدر نشتغل باقصى سرعه، ولكن دلوقتي باللي احنا شايفينه في 2022 ان شاء الله والقدام هنعرف نشتغل اسرع بكتير، عشان مش احنا اللي بنفرض نفسنا على السوق، السوق هو اللي بيطلبنا وبيطلب من المراقبين ان احنا نعرف نشتغل.